فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم سعادة المحامي محمود عبد الفتاح عمره. بداية مساء الخير سعادة المحامي. مساء النور. منورنا طبعا. الله يطول عمرك. تسلم. نوري. بالبداية أستاذ محمود، حضرتك أشرف أن تعرف في هذا القطاع وفي هذا المكتب بالذات. بنحب نعرف السادة المشاهدين وحضرتك أكثر عن مكان الدراسة، عن العائلة الصغيرة الله يخلي لك إياها. تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. تسلمي. أنا بداية أنا خريج التوجيهي 76-77، درست في مصر الحقوق في جامعة الزقازيق، كملت في 81، ثم عملت في ديوان المحاسبة لمدة سنة. نعم. موظف في ديوان محاسبة المراقبة الثامنة، ثم بعد ذلك تركت ديوان المحاسبة وسجلت في نقابة المحامين على بداية 83. نعم. ومن هذاك الوقت في هالمهنة. نعم. نتحدث عن العائلة. عائلتي، أنا تزوجت بال87، عندي 4 أولاد وبنت. 3 أولاد من أولادي تخرجوا من الجامعات بيشتغلوا، 2، واحد بالسعودية واحد بقطر وواحد هون مع المنظمات الدولية محاسبة بيشتغل، والرابع توجيهي، والبنت أصغر إشي في المدرسة. يخلي لك ياهم يا رب. الآن نفوت أكثر بالتفاصيل أستاذ محمود، نعرف السادة المشاهدين الخدمات اللي بتقدمها، آلية العمل هون كيف بتتم؟ تفضل. تسلمي. مهنة المحاماة هي مهنة خدمات، خدمات قانونية. بنقدم الخدمات القانونية للناس، نتوكل لهم، نرشدهم، نعطي استشارات قانونية في كافة المجالات تقريبا. أنا ما بعطي إشي في الجانب الشرعي، لأن أنا ما بروح على المحاكم الشرعية ولا أنا ماخذ الإجازة الشرعية ابتداء. في الجوانب النظامية كلها نعطي استشارات قانونية. استشارات قانونية. تفضل. في كافة المجالات المدنية، خلينا نسميها المدنية والتجارية. في عندنا تحكيم، قضايا تحكيم. في عندنا قضايا عادية في أمامها المحاكم النظامية، مختلفة الأنواع، يعني ابتداء من القضايا العمالية اللي هي المطالبات العمالية والحقوق العمالية وإزالة الشيوع أراضي وما أراضي، والقضايا التجارية. قضايا جزائية إحنا يعني قليلة، ما بنأخذ قضايا مثلا جنايات كبرى، ما بنروح على الجنايات الكبرى. في جوانب إحنا محددين شغلنا فيها. نعم. يعني ما بدنا نحكي جميع القضايا. أيوة. لا. يعني في الجانب اللي حكيت لك فيه. نتحدث أيضا عن أكثر المشاكل كانت تكرارا، يعني كانت تواجه أكثر تكرارنا في المكتب سعادة المحامي. وما فيش مشاكل، لكن كتردد الناس كزباين اللي بيجوا معظمه على قانون المالكين والمستأجرين الآن. نعم. كله حول المأجور وإخلاء المأجور ومنع المعارضة في المأجور وهذا. نعم نعم. نتحدث الآن أستاذ محمود، تواجه مشكلة في إقناع مثلا نحكي زبون عندك إنه الحق معه مش عليه، الحق عليه مش ما. والله هذا قبل ما تفوتوا أنتوا، قبل ما تيجوا كان عندنا واحد هون عليه حكم، قلنا كان مفروض أنت أثناء إجراءات الدعوة لو عرضت مصالحة على الرجل يمكن لحليت نص الثمن، نص القيمة. نعم. لكن خليتها لما صار حكم قطعي، هو طبعا بده يتمسك برأيه وبده كامل المبلغ. فإحنا نعطي الرأي الصح، نعطي الجانب اللي بناسب الناس بطريقة الحقيقة والصح، لكن في ناس ما بيحبوا انه انت تحكي الصح. نعم. بالتأكيد. نعم. والله الآن سعادة محامي محمود، يعني بنحب نتحدث أكثر عن الصعوبات والمشاكل في هذا القطاع، يعني إيش بتواجه مجالات معنية من سواء الزبون؟ والله هو شوف، القوانين عندنا هي مشكلة، كثرة التعديلات اللي بتنزل على القوانين. كثرة التعديلات. نعم. القانون. بعدين الآن تعدد المحاكم، يعني لما صار في عمان 5 محاكم بداية، صارت عندنا مشكلة. إحنا كمحامي، محامي واحد لا يمكن يقدر يمارس عمله في مكتب،
بدك تكون اكثر من واحد مشان تقدر تغطي جانب، او ما بتقدرش تاخذ في كل الاماكن، بدك تاخذ تخصص حالك في في اختصاص محكمي معين. اما ما بتقدر تاخذ في عمان لحالها، اذا بدك في 5 محاكم ما بتقدرش تلحق اصلا. تأكيد. فهذه احدى الصعوبات. صحيح انه المحاكم بعدين بدك تروح بسيارتك، بدكش تلاقي موقف سيارة. نعم. هذه كمان. اما مشاكل اخرى ما في القضاء يعني حبايب الحمد لله مشاكل الحمد لله بالنسبة للقضاء كلهم زملاء وكلهم الحمد لله رب العالمين. الان نحن نسمع منك، يوجد تعاون بينكم وبين نقابة المحامين سامح محمود؟ شيء طبيعي، نقابتنا هي عنواننا بالتأكيد. نعم. الآن نحن نسمع منك كلمة للخريجين الجدد في نفس المجال وأيضا لزملائك في نفس الاختصاص، شو بتحب تحكي لهم؟ والله إحنا يعني الزملاء اللي عاصروا الفترة السابقة هذول بنقول إنه بلشوا الآن يخرجوا عن المهنة، يتقاعدوا وكذا، لأنه خدمة طويلة. لكن الزملاء الجدد الله يعينهم على اللي جاي. بشكرك استاذ محمود. الان نفوت بنعمه الامن والامان، مثل ما بتعرف الاردن بتمتع بهاي النعمه اللي ميزتنا عن باقي الدول، مثل ما بيحكوا لك الاردن حديقه داخل حريقه. ايش بتعني لك هاي النعمه كمواطن؟ الحمد لله رب العالمين. تعني انه فعلا احنا في الاردن لازم نحمد ربنا كل يوم، يحمد ربنا على هذه النعمه، نعمه الامان. لانه احنا شايفين اللي حوالينا كلها ملتهبه بالتاكيد. نعم. واحنا الحمد لله رب العالمين، القياده حكيمه جدا في هذا. نعم بالتاكيد. مثل ما تفضلت وحكيت احنا شايفين دول العالم والمواطن واعي بالتاكيد. وعي المواطن مهم جدا في هذا بالتاكيد. مثل ما حكيت احنا عايشين في بؤره ملتهبه، طبعا احنا بنتمنى السلام لجميع الدول العربيه، بنخص انا بفلسطين وبسوريا وبالعراق. نعم. ايضا ومثل ما حكيت فضل كبير لنتحدث جلاله الملك قيادته الحكيمه وايضا وعي المواطن. نعم. استاذ محمود، لو حالفك حاضر التقيت بجلالة الملك، ومثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب، شو بتحب تحكي له؟ اشد على ايده. نعم. الى الامام. نعم. كما انت كمان. نعم. بشكرك استاذ محمود على اللقاء الجميل مع حضرتك. نهايه اللقاء بنحب نحدد للساده المشاهدين اين وقع المكتب، ارقام هاتف التواصل. تفضل. احنا مكتبنا على شارع الجامعه الاردنيه مقابل محكمه شمال عمان. رقم الهاتف 37-925-957. بشكرك مرة ثانية، يعطيك ألف عافية أستاذي. تسلمي، بارك الله فيك وشكرا جزيلا. ولو العفو. وفي نهاية حلقة لهذا اليوم أتقدم بجزيل الشكر العرفان لأستاذ محمود عبد الفتاح عمرو على تواصل دعم هذا البرنامج. بشكرك مرة ثانية. تسلمي، بارك الله فيك، شكرا.